رحبت بالتفاهم الروسي الأمريكي بشأن التوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا وبعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن. وقال محمد جواد محمدي زاده مساعد الرئيس الإيراني إن طهران تؤمن بأن الحل الوحيد لرسم مستقبل سوريا هو الحل السوري السوري ومن خلال الحوار السياسي والدبلوماسي. وأبدى محمدي زاده استعداد بلاده للمساهمة في هذا الأمر بأي طريقة ممكنة. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء حسن فيروز أبادي أكد أن انتصار الجيش العربي السوري على العصابات الإرهابية والتكفيرية وداعميها تحقق بفضل دعم والتفاف الشعب السوري حول قيادته. وأضاف فيروز أبادي أنه لم يعد بإمكان الدول المشاركة في الحرب على سوريا سوى أن إعادة النظر في مواقفها تجاه هذا البلد.